من قناة الجديد في بيروت مساء الخير. للعالم رجل واحد يقرر وإن رفضت دول الأرض، فمجموع ما رصد من لاءات للضربة العسكرية على سوريا يوازي مساحة الكرة ناقصة أوباما وأولاند وأحمد داود أوغلو. وعلى الرغم من خط الممانعة العالمي للخيار العسكري، فإن الرئيس باراك أوباما لم ينزع عنه تلك الهوبي الأمريكية في نشر الحروب واللعب بمصائر الدول على طريقة الكاوبوي. يعكف سيد البيت الأبيض على درس خياراته جامعا في مكتبه أعضاء من الأمن القومي الذين يشكلون الفرقة الرابعة في قرارات إطلاق النار، ومن بين المشاركين وزير خارجيته جون كيري الذي سيصدر بيانا مساء اليوم قد يظهر فيه ملامح التوجهات الأمريكية. وبينما غادرت رئيسة لجنة المفتشين سوريا عبر بيروت، فإنه لا جلد لأوباما كي ينتظر تقريرها، خصوصا أن الخبراء الدوليين غالبا ما يصنفون في تقاريرهم ويستهلكون وقتا في إعداد الصياغات. ولأن لأمريكا تقديرها الخاص وهي صاحبة رؤية ملهمة واستشراف عن بعد، فإنها قررت أن تعتمد على نتائج تقرير خاص أعدته الاستخبارات الأمريكية عن تقويم لهجوم الغوطة الكيميائي يعتزم البيت الأبيض نشره في الساعات المقبلة. ولما استند هذا التقرير إلى أجهزة استخبارية، فإن الضباط الأمريكيين الكبار كانوا على خط نقيض. ونقلت الواشنطن بوست عن عدد من القادة العسكريين تحفظهم عن توجيه ضربة أمريكية إلى سوريا في ظل سعي الجيش الأمريكي للتأقلم مع آثار الحرب على العراق وأفغانستان وتقلص الميزانية العسكرية. وقلقهم أيضا حيال أمن إسرائيل إذا وقعت الضربة، وأعادت التفكير بكلام رئيس هيئة الأركان مارتن ديمسي الذي حذر من العواقب المحتملة للتدخل العسكري. هذا التدخل إن وقع فإن جغرافيته أصبحت في التداول الاستخباري والإعلامي والسياسي. التقديرات بمعظمها رجحت استهداف عدد من المطارات والمواقع العسكرية، وجديدها ضرب الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد التي يتهمها بعض الغرب بالمسؤولية عن ضرب الكيميائي. لكن الحقيقة التي يبحث عنها العالم والمفتشون الدوليون هي اليوم في جيب أحمد داود أوغلو الذي اختصر الجهد الدولي وأعلن أن أجهزة استخباراته متيقنة من استعمال قوات الأسد الغاز السام. وبذلك فإن على رئيسة لجنة التحقيق التي غادرت دمشق عن طريق بيروت أن تعدل رحلاتها وتقطع تفكيرة إلى اسطنبول بدلا من نيويورك، حيث كان من المفترض أن تقدم تقريرها إلى بان كي مون. رق المحققين الدوليين تغادر سوريا، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يؤكد استعداد بلاده لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، والروسي يحذر من مغبة ذلك، والرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث في الوضع السوري مع فريق الأمن القومي. قبل 3 أيام من الموعد المحدد لإنجاز المراقبين مهمتهم رسمياً، توجه فريق خبراء الأمم المتحدة صباحاً في آخر مهمة له إلى مستشفى المزة العسكري لمعاينة جنود الجيش السوري الذين أصيبوا بالسلاح الكيميائي في حي جوبر. وبعيد الكشف غادرت رئيسة الفريق سوريا لتسليم نتائج التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإطلاع أعضاء مجلس الأمن عليها. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه روسيا على لسان المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشكوفان من أن التدخل العسكري في سوريا سيوجه ضربة خطيرة للنظام العالمي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة. ورحب أوشكوفان برفض مجلس العموم البريطاني أي تدخل عسكري في سوريا، موضحا أن بلاده لا تزال تعمل جاهدة لمنع مثل هذا التدخل وتعمل بنشاط لتجنب أي سيناريو عسكري في سوريا. وأعلن أن بلاده تقوم بتنفيذ الإمدادات العسكرية لسوريا وفقا للعقود المتفق عليها سابقا، موضحا أن التعاون العسكري التقني الروسي مع سوريا لا يجري انتهاكه. وفي سياق متصل أكد نائب وزير الخارجية جيرادي جاتيلوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء إترتاس أن روسيا تعارض أي قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على إمكان استعمال القوة. مع ذلك تستمر واشنطن في الاستعداد للضربة على الرغم من اعتراف مسؤولين أمريكيين بأن لا أدلة دامغة
على تورط الأسد أو دائرته الضيقة في الهجوم الكيميائي. وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام سورية أن وزير الخارجية وليد المعلم قال في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن سوريا ترفض أي تقرير جزئي يصدر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة قبل إنجاز البعثة مهماتها والوقوف على نتائج التحليل المخبرية للعينات التي جرى جمعها والتحقيق في المواقع التي تعرض لها الجنود السوريون للغازات السامة. ووجه كيمون الشكر للحكومة السورية على تعاونها التام مع بعثة المحققين الدوليين، لافتا إلى أن الأمانة العامة في صدد تقويم نتائج عملها وعرض ما حصلت عليه على الاستخبارات الدولية المعتمدة. وأكد التلفزيون الرسمي السوري أن الأمين العام للأمم المتحدة قال للمعلم. ننتقل الآن للاستماع إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقده جون كيري. الأدلة التي جاءت من آلاف المصادر، هذه المعلومات التي أصبحت متوفرة أمام الجميع، عليكم أن تقرأوا القراء الذي توصلت إليه الاستخبارات الأمريكية حول الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي قام به الرئيس الأسد ضد المعارضة السورية وضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في ضواحي دمشق في 21 من شهر آب الماضي. الاستخبارات الأمريكية نظرت في هذه المعلومات وأعادت النظر في هذه المعلومات، هذه المعلومات عن الهجوم، وأنا أعتقد أن ما حصل مؤلم جدا بالنسبة مقارنة بما حصل في العراق، لذلك ولا نريد المقارنة مع الوضع في العراق. لكن من أجل حماية هذه المصادر لن نبرز بعض المعلومات للكونغرس الأمريكي والشعب الأمريكي. لا يمكن أن نتحدث عن بعض الأمور التي نعرفها. أما بالنسبة للأمور التي نستطيع التحدث عنها، نعلم أن نظام الرئيس الأسد يملك أكبر مجموعة من الأسلحة الكيميائية في منطقة الشرق الأوسط. نعلم أن هذا النظام استخدم هذه الأسلحة الكيميائية في مناسبات عدة هذه السنة، طبعا كانت ضمن أحداث حجمها أصغر، لكنه استخدم هذه الأسلحة ضد الشعب اللبناني في أماكن قريبة من هجوم 21 من شهر آب. نعلم أن هذا النظام هاجم ضاحية دمشق في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. نعلم أن قبل 3 أيام من هذا الهجوم قام فريق عمل الأسلحة الكيميائية التابع للنظام كان موجود في هذه المنطقة وكان يحضر لهذا الهجوم. ونعلم أيضا أن النظام السوري طلب من فريقه التحضير لهذا الهجوم عبر استخدام الماسكات لحماية أنفسهم من الغاز السام. نعلم أن كان هناك طلبات انطلقت من قبل النظام. نعلم توقيت هذا الهجوم ونعلم أين سقطت هذه الصواريخ. نعلم أن الصواريخ سقطت من مناطق وأتت من مناطق يسيطر عليها النظام وسقطت في مناطق تسيطر عليها المعارضة. كما نعلم كما يعلم العالم بأسره أن بعد 90 دقيقة انطلقت المعلومات وأصبحت متوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي. لدينا الكثير من التقارير التي جاءت من ضواحي دمشق، وجميع هذه التقارير تظهر ضواحي يعانون من صعوبة في التنفس، أشخاص لديهم مشكلات كبيرة في التنفس، أشخاص ضحايا هذا الغاز رأيناهم في هذه التقارير وفي هذه الفيديوهات. كانوا الشعب السوري هو من عبر وهو من أرسل هذه التقارير والمعلومات وعبر عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الأطباء ومساعدو الأطباء لم يتحدثوا عن أي حوادث جرت، لكننا رأينا هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأطفال والرجال والنساء، رأينا كيف كانوا على الأرض
على أرض المستشفيات ضحايا الغاز الذي استخدمه النظام السوري. الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن 1429 سوري قتلوا في هذا الهجوم، من ضمنهم 426 طفل. حتى الأطباء والطاقم الطبي الذين حاولوا مساعدتهم أصبحوا ضحايا بأنفسهم لأنهم كانوا يخافون على حياتهم. هذا هو الواقع، واقع استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا ما فعله الرئيس الأسد بشعبه. كما أننا نعلم أيضا تفاصيل كثيرة عن تداعيات استخدام هذه الأسلحة الكيميائية. نعلم أن رئيس في النظام السوري وفي الحكومة السورية أكد استخدام الأسلحة الكيميائية. لقد رأينا هذه التداعيات أمام أعيننا، وكان يخشى نظام سوري أن نكتشف هذا الأمر، ونحن ندرك ذلك. وكذلك نعلم ما قاموا به بعد هذا الهجوم. لقد اتصلت بوزير الخارجية السورية وقلت له النظام السوري ليس لديه ما يخبئه، عليك أن تتحدث مع الأمم المتحدة، وعليك أن تعطي مندوبية الأمم المتحدة الموافقة للدخول إلى هذه المنطقة. لكن ما فعله، هاجموا هذه المنطقة لكي يخفوا جميع الأدلة. لقد استخدموا السلاح وقصفوا هذه المنطقة بوتيرة مرتفعة جدا. وعندما دخل مندوبو الأمم المتحدة، كنا نعلم أن هذا الدخول هو محدد ضمن ما تنص عليه النظام السوري. طبعا الاستخبارات السورية الأمريكية عذرا لديها ثقة كبيرة بهذا التقرير. هذا هو الواقع، هذه هي الأدلة، هذه هي الوقائع. لذلك فإن السؤال الأساسي ليس ما تعلم الحكومة الأمريكية، بل ما سنفعل نحن العالم بأجمعه. ماذا سنفعل؟ لقد اجتمع دول المجتمع الدولي عند حصول أزمات مماثلة في تاريخ البشرية. كان هناك قادة وقفوا أمام جرائم مثل هذه الجريمة. كان لي الخيارات التي استخدمناها في الماضي تداعيات كثيرة، وأمام الخيار الذي سنختاره اليوم تداعيات أيضا. لقد قرر العالم بعد الحرب العالمية الأولى عدم استخدام الأسلحة الكيميائية أبدا. وحصل هذا الاجتماع وهذه الاتفاقية، اتفاقية عدم استخدام الأسلحة الكيميائية، قبل 100 عام. اليوم من المهم جدا أن نعمل كمجتمع دولي مع العالم لنكافح أسوأ أنواع الأسلحة. اتفاقية عدم استخدام الأسلحة الكيميائية تضم الكثير من الدول، وقد وقعت على هذه الاتفاقية إيران ولبنان وغيرها من الدول. وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لأصدقائنا وحلفائنا ولإسرائيل، وأيضا هي مهمة جدا بالنسبة للأردن وللبنان، لأن هذه الدول تبعد كيلومترات بعض الكيلومترات عن سوريا. سوريا حيث توجد هذه الأسلحة الكيميائية، وإن تم استخدام هذه الأسلحة فسوف تؤدي إلى أضرار كبيرة، ليس فقط داخل سوريا بل أيضا في الدول المجاورة لها. وبالنسبة للولايات المتحدة ولمصالح هذه الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر مهم جدا. بالنسبة للسياسة الأمريكية، لقد نحن كولايات متحدة نراقب، ونحن عندما نقول أمر ما نحن نعني هذا الأمر. وبالنسبة لنا هذا الموضوع يعني الولايات
because then maybe they too. هذا الأمر هو بالنسبة للولايات المتحدة مهم جدا، لأن العالم ينظر إلينا ونحن سوف نقف عند كلماتنا. في المنطقة إرهاب وفي المنطقة أعمال طائفية ودينية، لكن بالنسبة للولايات المتحدة المهم هو أمن هذه الدولة، فعلينا أن نسأل ما هي تداعيات عدم اتخاذ أي رد أو عدم اتخاذ أي خطوة. هل نريد أن نعيش في عالم يستطيع في شخص كبشار الأسد أن يقتل آلاف المواطنين والفرار من العقاب؟ طبعا لا. وهل سيقف العالم متفرجا على هكذا جريمة؟ إن نظرنا إلى الأمر وتفرجنا إليه ولم يعاقب هكذا أشخاص، فسوف تزيد التداعيات. Which itself has been a victim of chemical weapons attacks, will now feel emboldened. الدول التي كانت ضحية أسلحة كيميائية قد تريد أن تكتسب هذا النوع من الأسلحة. هذا الأمر يعني أيضا حزب الله وشمال كوريا ومجموعات إرهابية أخرى. هل ستتذكر هذه المجموعات أنه تم إيقاف الرئيس الأسد ومعاقبته على استخدام الأسلحة، أو هل سيتذكرون أن العالم وقف يتفرج والأسد يستخدم هذه الأسلحة من دون عقاب؟ طبعا إن اهتمام أمامنا ليس فقط بدولة موجودة أو بعيدة بعد المحيطات. نحن نريد هذا الخيار، يعني أيضا الشعب السوري البريء، كما يعني مصالح الولايات المتحدة في هذا العالم. كما أنه كما أنه يعني الولايات المتحدة، فأين تقف الولايات المتحدة اليوم في العالم؟ طبعا نحن دولة لطالما حاولت، ربما لم تنجح، لكنها حاولت أن تحترم مبادئ العالم، هذه المبادئ التي تلبي طموحات الشعب. هذه الجريمة ضد الإنسانية وضد العقل وضد أهم مبادئ المجتمع المدني. هذا الموضوع يعني لنا ويعني لما نحن عليه ولقيادتنا ولمصداقيتنا في العالم. أصدقائي، هذا الأمر مهم جدا، خصوصا إن لم نقم بأي رد، على العالم أن يدين هذا الأمر. ليس الموضوع خاص لا يتوقف الموضوع عند إدانة هذا العمل، بل على الرد عليه. لسنا الدولة الوحيدة التي أدانت هذا العمل، ولن نكون الدولة الوحيدة التي سترد على هذا العالم. أصدقاء الولايات المتحدة جاهزون للرد. الجامعة العربية طلبت أن يتحمل النظام السوري مسؤولية هذه الجريمة بشكل كامل، وأدانت هذا النظام وطالبت أن يحمل مسؤولية هذه الجريمة بشكل شرعي. أما تركيا فقالت أن هذا النظام هو مسؤول عن هذه الجريمة. أما حلفاؤنا الفرنسيون فقالوا إن هذا النظام قام بهذه الجريمة، وإنه أمر فظيع أن يستخدم هذا النظام الأسلحة الكيميائية التي رفضت منذ 100 سنة خلال اتفاقية عدم استخدام الأسلحة الكيميائية. To turning such a blind eye. So now that we أما الآن ونحن نعلم، يبقى السؤال ماذا علينا أن نفعل؟ دعوني أشدد على نقطة مهمة. الرئيس أوباما وفي الولايات المتحدة نؤمن بدور الأمم المتحدة، ونحن نؤمن أيضا ونحترم دور المندوبين في الأمم المتحدة والتحقيق الذي يقوم به هؤلاء المندوبين. لكن قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أن
إن تحقيق الأمم المتحدة لن يشير إلى من استخدم هذه الأسلحة، فهذا ليس ضمن أهداف هذه الجمعية التي تحقق. هم فقط سيؤكدون ما إذا كان حقا استخدمت هذه الأسلحة. إذن مندوبي الأمم المتحدة لن يقولوا لنا أي شيء إضافي عن ما تحدثنا فيه اليوم. وبسبب المعارضة الروسية لأي عمل ضمن مجلس الأمن، فإن الأمم المتحدة لن تستطيع أن تعطي الضوء الأخضر للقيام بأي عملية كما يجب أن يكون. سوف نستمر بالتحدث مع الكونغرس ومع حلفائنا، وأيضا سوف نستمر بالتحدث مع الشعب الأمريكي. الرئيس أوباما سوف يعمل جاهدا لأن يكون قرار الولايات المتحدة قائما على مبادئ الولايات المتحدة وعلى مصالحها أيضا، وأن يحترم مصالحها، لأننا نعلم أن بعد عشرات السنين من الحرب أصبح الشعب الأمريكي تعب الشعب الأمريكي من الحرب. أنا أيضا تعبت من الحرب، لكن ذلك لن يمنعنا من الوقوف عند مسؤوليتنا. نحن نريد السلام، لكن هذا السلام للحصول على هذا السلام يجب أن نعمل، وسوف يحاسبنا التاريخ. فإن تفرجنا ووقفنا نتفرج على هذا الدكتاتور الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، فإننا لن نحترم هذه المبادئ. الرئيس أوباما، نحن نعلم أن الرئيس أوباما ليس رجل أقوال، بل هو رجل أفعال أيضا. وقد قال إن هذا الوضع ليس شبيها أبدا بأفغانستان، العراق أو ليبيا. لن يكون هناك جنود على الأرض، سوف تكون العملية محدودة، ونحن لن نتحمل مسؤولية حرب أهلية، هذه الحرب التي بدأت تطرق الأبواب. الرئيس أوباما كان واضحا جدا، أي عملية ستكون محدودة ومحددة، وسيكون هدفها منع استخدام الأسلحة الكيميائية، وهدفه أيضا أن يعلم أن كل من يستخدم هذه الأسلحة سوف يعاقب. ونحن حريصون أيضا على أن يكون هناك عملية دبلوماسية تحل هذه الأزمة عبر المفاوضات، لأننا نعلم أن الحل لن يكون عسكريا، يجب أن يكون الحل سياسيا، ويجب أن يأتي هذا الحل عبر طاولة المفاوضات، ونحن نأمل بالتوصل إلى هذا الحل. هذا ما نعلمه الآن، وهذا ما يعلمه قادة الكونغرس، وهذا ما يجب أن يعلمه الشعب الأمريكي. وهذا الأمر هو ويجب أن يأتي القرار بناء على هذه الأمور. على العالم أن يعلم أن هذه الأسلحة يجب ألا تستخدم ضد الشعوب الضعيفة. وشكرا. إذن مشاهدينا، لقد استمعنا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، والذي تناول فيه ما خلصت إليه الإدارة الأمريكية من معطيات فيما يتعلق باستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي في الغوطة، والذي كونت على أساسه الولايات المتحدة تقريرها. بالعودة إلى سياق النشرة وإلى موضوع ذات صلة لما استمعنا إليه في المؤتمر الصحفي، فقد غادرت رئيسة فريق المحققين الدوليين سوريا، والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يؤكد استعداد بلاده لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، والروسي يحذر من مغبة ذلك، والرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث في الوضع السوري مع فريق الأمن القومي. قبل 3 أيام من الموعد المحدد لإنجاز المراقبين مهمتهم رسميا، توجه فريق خبراء الأمم المتحدة صباحا في آخر مهمة له إلى مستشفى المزة العسكري لمعاينة جنود الجيش السوري الذين أصيبوا بالسلاح الكيميائي في حي جوبر. وبعيد الكشف غادرت رئيسة الفريق سوريا لتسليم نتائج التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإطلاع أعضاء مجلس الأمن عليها.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه روسيا على لسان المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشكوفان من أن التدخل العسكري في سوريا سيوجه ضربة خطيرة للنظام العالمي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة. ورحب أوشكوفان برفض مجلس العموم البريطاني أي تدخل عسكري في سوريا، موضحا أن بلاده لا تزال تعمل جاهدة لمنع مثل هذا التدخل وتعمل بنشاط لتجنب أي سيناريو عسكري في سوريا. وأعلن أن بلاده تقوم بتنفيذ الإمدادات العسكرية لسوريا وفقا للعقود المتفق عليها سابقا، موضحا أن التعاون العسكري التقني الروسي مع سوريا لا يجري انتهاكه. وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية جيرادي جاتيلوف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء إترتاس أن روسيا تعارض أي قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على إمكان استعمال القوة. مع ذلك تستمر واشنطن في الاستعداد للضربة على الرغم من اعتراف مسؤولين أمريكيين بأن لا أدلة دامغة على تورط الأسد أو دائرته الضيقة في الهجوم الكيميائي. وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام سورية أن وزير الخارجية وليد المعلم قال في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن سوريا ترفض أي تقرير جزئي يصدر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة قبل إنجاز البعثة مهماتها والوقوف على نتائج التحليل المخبرية للعينات التي جرى جمعها والتحقيق في المواقع التي تعرض لها الجنود السوريون للغازات السامة. ووجه كيمون الشكر للحكومة السورية على تعاونها التام مع بعثة المحققين الدوليين، لافتا إلى أن الأمانة العامة في صدد تقويم نتائج عملها وعرض ما حصلت عليه على الاستخبارات الدولية المعتمدة. وأكد التلفزيون الرسمي السوري أن الأمين العام للأمم المتحدة قال للمعلم إن أعضاء بعثة التحقيق سيعودون مرة أخرى لمتابعة مهماتهم. وفيما انكفأت بريطانيا عن خوض غمار ضربة عسكرية على سوريا بعد رفض مجلس عمومها ذلك، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في عدول روسيا والصين عن موقفيهما الداعم لسوريا في مجلس الأمن الدولي. وبقي الحليف الفرنسي أكثر وفاء لواشنطن، إذ أكد الرئيس فرانسوا أولاند أن تصويت البرلمان البريطاني لن يؤثر في رغبة فرنسا في معاقبة حكومة الأسد على الهجوم بالأسلحة الكيميائية. وأضاف أولاند في مقابلة مع صحيفة لوموند أنه سيشارك في أي تحرك عقابي حازم بسبب الهجوم الذي قال أنه ألحق ضررا لا يمكن علاجه بالشعب السوري. موقف أولاند أتى منسجما والموقف التركي، إذ أشار وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إلى أن الاستخبارات لم تدع مجالا للشك في أن قوات الأسد مسؤولة عن الهجوم بأسلحة كيميائية. وصلتنا معلومات استخبارية تؤكد استعمال النظام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية. النظام السوري رفض الاعتراف بأنه رأى الهجوم بالكيميائي ولن يعترف به فيما بعد أيضا. أما الصين فأكدت من خلال وزير خارجيتها وانغ يي الحاجة إلى دعم خبراء الأمم المتحدة الذين يحققون في المعلومات عن استعمال أسلحة كيميائية كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية. ميدانيا دارت اشتباكات عنيفة عند محاور معظمية الشام جنوبي غربي دمشق، حيث تشن القوات النظامية هجوما على المنطقة يترافق وقصفا جويا وصاروخيا بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشطين معارضين أن رجمات سوريا تقصف منذ أمس المعظمية بقوة وكذلك مدينة دارية المجاورة، وأشاروا إلى تعزيزات من المشاة والدبابات التابعة لقوات النظام استقدمت إلى المنطقة. وقال مصدر أمني سوري لوكالة الفرنسية: نحن في حال اشتباك في المعظمية منذ مدة طويلة، مشيرا إلى وجود مجموعات إرهابية مسلحة في المعظمية وأن الجيش يتعامل مع هذه البؤر بالشكل المناسب. بريطانيا خذلت الرئيس الأمريكي في حربه على سوريا بعدما صوت مجلس العموم ضد الضربة على سوريا، ولكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ من يتخذ قرار الحرب والسلم في بلاد العمسام؟ تقرير للزميلة رشا الكرم. لتبرير ضربة عسكرية محدودة لسوريا، قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذرائع لردع استعمال أسلحة كيميائية في المستقبل، لكنه قال إنه لم يتخذ قرارا حتى الآن لتنفيذ أي عمل عسكري. من هنا تتبين أهمية معرفة كيفية صنع القرار في هذه الدولة، فهناك جهات عدة لها أهميتها في صنع القرار الأمريكي، أهمها السلطة التنفيذية أو الرئاسة، والسلطة التشريعية المتمثلة في الكونغرس، والجهة الثالثة المهمة تتمثل في جماعات الضغط والمصالح الخاصة أو ما يعرف باللوبي. إنما وبحسب الدستور الأمريكي فإن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة أو العسكرية الأمريكية بفروعها كافة،
فالرئيس هو جنرال مدني يخضع له القادة العسكريون في السلم والحرب، وله الحق في إرسال قوات إلى خارج حدود الولايات المتحدة وفي استعمال القوة العسكرية عند الضرورة، ويمكنه كذلك استعمال السلاح النووي ضد أحد الأعداء من دون انتظار موافقة الكونغرس. وهناك أمثلة تاريخية عديدة على ذلك، مثل قيام الرئيس ترومان بإرسال قواته إلى كوريا عام 50، والرئيس جونسون الذي أرسل 500,000 جندي أمريكي إلى الفيتنام، وأعلان جورج بوش الأب الحرب على العراق عام 90. ومع أن الكونغرس هو الذي يملك سلطة إعلان الحرب بحسب الدستور، ومع أنه أصدر قانون سلطات الحرب عام 73 الذي يشترط فيه على الرئيس أن يستشير الكونغرس قبل إرسال قوات إلى الخارج أو إعلامه بالأسباب التي دعت إلى إرسال القوات إلى الخارج بعد 48 ساعة من الإرسال الفعلي وسحب تلك القوات بعد 60 يوما إذا أصر الكونغرس على ذلك. على الرغم من هذا القانون وحق الكونغرس الدستوري في قرار إعلان الحرب، فقد تجاهل كثير من الرؤساء الكونغرس وقانون سلطات الحرب، ولم يقم الكونغرس بإصدار قرار الحرب في تاريخ الولايات المتحدة إلا في 5 حروب من أصل 130 حربا على الأقل أصدر الرؤساء وحدهم قرارتها. بل ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لم تقف أي مؤسسة في وجه رؤساء أكبر دولة في العالم. أما في بريطانيا حليف الولايات المتحدة التاريخي، وبعدما صوت مجلس العموم ضد الضربة على سوريا بفارق 13 صوتا، يبقى أمام المملكة حالتان: الأولى تقضي بإعادة إحالة المشروع مرة جديدة على مجلس العموم بعد توفر معلومات جديدة، وإذا بقي المجلس على قراره يحيل رئيس الوزراء البريطاني القرار على الديوان الملكي لتوقيع الملكة عليه، وعندئذ فقط تدخل المملكة في الحرب. وإذا أخفقت بريطانيا في المرحلة الأولى من إمرار القرار، يبقى لمؤيدي الضربة حظوظ إقرار مشروعهم، وإن كانت الحظوظ تتضاءل. حافظ جونيور يتواصل مع أصدقائه فيسبوكياً، وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوقي. على فيسبوك انتشر ستيتوس قال إن لحافظ الأسد ابن الرئيس السوري بشار الأسد البالغ من العمر 11 سنة، بيقول فيها أنه بيتمنى لو الأمريكان بيضربوا سوريا لأنه رح يكونوا بلشوا شيء ما رح يعرفوا يخلصوه. الحساب يلي نشر ستيتوس تسكر وما تم التأكد إذا الحساب حقيقي أو لا، ولكن بحسب إشارات قوية يعتقد أنه الحساب غير مزور، منا أنه في لايكات وتعليقات من أولاد مسؤولين بالنظام السوري، من أولاد آصف شوكت ومحمد نصيف خيربيك. نيويورك تايمز والإندبندنت كتبوا عن الموضوع مطولا وحاولوا يتأكدوا من الحساب. لتقروا كل اللي كتبوا حافظ والتفاصيل عن الموضوع فيكن تشوفوها على موقع الجديد دوت تي في. بعصر الأبليكيشن والسمارت فون، الجيش اللبناني أطلق أبليكيشن للتبليغ عن أي خبر أمني. إجا دورك كمواطن تتشارك بحماية بلدك، صارت بإيدك. هلأ صار فيك تبلغ الجيش اللبناني عن أي عملية سرقة، سطو مسلح، اعتداء، سيارة مشبوهة أو خرق أمني بدون ما تتردد. من خلال أبليكيشن الجيش اللبناني صار فيك تطلع على لائحة المطلوبين والمخطوفين وتبلغ عن المشتبه فيهم، تتلقى أخبار الجيش وتطلع على كل نشاطاته. مش بس هيك، صار فيك تعرف وين المناطق المحظورة والأمنية بلبنان مباشرة عن الخريطة. أهم شيء إذا كنت بحالة خطر، بكبسة واحدة تقدر تطلب المساعدة الفورية من الجيش اللبناني. بعض الناشطين كتبوا عن الموضوع وعن الابليكيشن من تقدينا، واعتبروا أنه الأمن مش من صلاحيات الجيش وإنما من صلاحيات قوى الأمن الداخلي، كما اعتبروا أنه الجيش من خلال الابليكيشن عم يجمع معلومات عن المواطنين. مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا لليلة. إجراءات أمنية مشددة في محيط مساجد لبنان في أول جمعة بعد تفجيرات طرابلس. في هذا الوقت من يوم الجمعة الفائت هز طرابلس تفجيران مزقا أجساد 45 شهيداً، ولا تزال جرح من كانوا يصلون في مسجدي التقوى والسلام شاهدة على هذا العمل الإرهابي.
وفي الجمعة الثانية أصر الطرابلسيون على الصلاة في المسجدين أنفسهما في رسالة حياة، وإن كان محيط المساجد كلها قد اختلف شكلاً بانتشار عناصر الجيش والقوى الأمن الداخلي ووضع الحواجز الحديدية لمنع أي سيارة من التوقف قرب بيوت الله. رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ سالم الرافعي شدد في خطبته التي حضرها نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت على العيش المشترك، وانتقد النقص في تجهيزات الدفاع المدني آملا من المعنيين توفيرها. وفي مسجد السلام وصف الشيخ بلال بارودي زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طرابلس بالصاعقة الهابطة على من وضع المتفجرة، لأنها تؤكد العيش المشترك الذي تتمثل به طرابلس. لن تستطيعوا إسكاتنا مهما فعلتم، لأننا ننطق بمنطق الحق، ومنطق الحق غالب إلى يوم الدين ولو قتل صاحبه. وكذلك شهدت بيروت إجراءات أمنية مشددة ولا سيما حول مسجد محمد الأمين في وسط العاصمة. وفي الشمال عموما فقد اتسعت الإجراءات الأمنية لتشمل مساجد عكار، حيث أقيمت حواجز ثابتة وأقفلت الطرق الرئيسة وسيرت الدوريات وفتشت السيارات والدراجات النارية واستعين بالكلاب البوليسية للكشف على الأجسام الغريبة، كما لوحظ خلو عددا من الشوارع من أي حركة وتوقف في الأسواق تحسبا لاحتمالات وقوع أي طارئ. صيدا بدورها بدت في جمعتها الأولى بعد تفجيري طرابلس أشبه بمدينة تخضع لحظر تجوال، ليس بسبب التدابير الأمنية المتخذة منذ مطلع الأسبوع التي بلغت ذروتها الجمعة وطبقت على نحو 50 مسجدا ومصلى، وإنما بسبب إحجام المواطنين عن الخروج والتنقل في شوارع المدينة أو خارجها، كما مسح محيط بعض المساجد بآلات خاصة لكشف التفجيرات. ووسط هذه الإجراءات الأمنية عقد مجلس الدفاع الأمني المصغر في طرابلس وصيدا اجتماعا تناول الإجراءات الأمنية وسبل أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي عمل إرهابي جديد قدر المستطاع. لا يزال وقع توقيف الشيخين هاشم منقارة وأحمد الغريب يسيطر على طرابلس بأئمتها وعلمائها. جاد غصن من طرابلس والتفاصيل. أسبوع كامل على تفجيري طرابلس انتهى بالادعاء على الشيخين هاشم منقارة وأحمد الغريب، إضافة إلى مصطفى حوري والسوريين النقيب محمد علي وخضر العربان في قضية التفجير. المعطيات الأمنية انطلقت من تحديد نوع السيارة المستخدمة في تفجير مسجد السلام، وهي من نوع فورد اشتراها خضر العربان على أنها مسروقة، وهي لم تكن كذلك قبل أن تدخل الأراضي السورية قبل أسبوعين على التفجير، ويشتبه بأن يكون العربان هو من قاد السيارة لتنفيذ العملية. أما أسباب الادعاء تنطلق من إفادة الشيخ أحمد الغريب بحسب مصادر أمنية، الذي اعترف بالبدء بالتحضير للتفجيرين منذ 7 أشهر في سوريا من خلال اجتماعات مع أحد مسؤولي المخابرات السورية النقيب محمد علي. الغريب تبع في إفادته قائلا أنه راجع الشيخ هاشم منقارة بالعملية، فطلب منه الأخير التمهل لمراجعة اللواء علي مملوك. لكن في المواجهة التي تمت بين الغريب ومنقارة نفى الأخير صحة رواية الغريب نفيا تاما. ومن المعطيات الأمنية المسربة انطلق الشيخ نبيل رحيم في قراءته للتوقيفات الأخيرة. يعني بصراحة نحن أي توقيف لأي شخص متورط بهذه التفجيرات وبهذا الإجرام نحن معه، ونحن مع القبض على الجنات، ولكن حسب معلوماتي أن الأشخاص اللي أوقفوا ليس لهم علاقة مباشرة بالتفجيرات سوى بالمعرفة، أو عرض عليهم سابقا أو على بعضهم أن يقوموا ببعض الدعم اللوجستي لهذه التفجيرات أو جمع معلومات أو سوى ذلك. أما الضباط اللي ادعى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية هم المتورطين بشكل مباشر. إلى مسجد السلام الذي لا تزال آثار التفجير واضحة عليه كان الشيخ بلال البارودي في انتظارنا ليعرب بدوره عن تفاجؤه بما سرب عن ضلوع الشيخ منقارة بالجريمة من دون أن يبرئه. ما بقدر أتخيل، مهما كنت غضبان، مهما كنت منفعل، مهما كنت قاسي، ما ممكن أتخيل الشيخ هاشم منقارة اللي قضى 14 سنة بسجون سورية يقدر يتمالك نفسه يوافق على هيك عمل. أنا ما بدي برقه ولا بدي اتهمه، بس ما عم بقدر أقدر أتخيل أنه شخص راح من عمره 15 سنة بظلم سوري عليه
بيطلع بده وبسبب وقوفه لطرابلس ضد الجيش السوري يعمل شيء ضد طرابلس، ربما تورط بيعطي معلومة وما قدر ما حمله مظبوط. وهكذا تبقى طرابلس في حالة ترقب لمآل التحقيقات بعد أن عم هدوء لافت نواحي المدينة كافة، هدوء لم تشهده المدينة منذ مدة طويلة. من طرابلس، جاد غصن، قناة الجديد. الناس يلاحقها الخوف وتلزم بيوتها، والتدابير الأمنية تسعى لحماية المواطنين. تحقيق للزميلة يمنى فواز. السيارة المفخخة كابوس يطارد اللبنانيين بعد التفجيرات المتلاحقة من الضاحية إلى طرابلس، وأخبار السيارات المشتبه فيها والتحاليل والتنبؤات. أول معالمها تضاؤل حركة المرور وخصوصا في الليل، لينعكس الأمر تلقائيا على المحال التجارية وأماكن السهر، كما أن بعض المناطق التي طاولتها الشائعات كمنطقة الحمراء المعروفة باقتضاض زائريها وزحمة السير تشهد تقشفا في المارة والسيارات، إذ يفضل كثر اليوم أن يعتمدوا أمنا ذاتيا ويلزموا منازلهم. هلا لي 4 أيام ما طلعت لليوم، زهقت من البيت، بس روح على مطرح عجقه ما بتحب غير مطرح في عجقه كثير هون، يعني اخف. زهقت انا وقعدت، زهقت 4 أيام 5 أيام قاعده بالبيت، ما عم بظهر الا بقلب البيت بالبنايه، ما عم نقدر نظهر، خوف. عم بتخافوا اي حدا يصف حدكم او عادي عم بتخافوا؟ يعني شو بدك، ما حدا بيقطع باركينج بيصفه وراح، مين هو ما بنعرفه، طبعا ما نخاف. يعني ما في امن هون؟ لا في درك بيمروا من هون، بس ما بيكفي. طبعا ما بيكفي، شو بده يعرفوا اذا سياره ملغومه؟ بالليل الساعه 10 هون في محلات نايت كلابات وكذا كله زيرو والشغل زيرو. حلقه سير خفيفه، عالم خايفين من وضع من انفجارات. خوف صار سمه للعيش بالبلد، يعني ما فيك، هو صفتك، يعني اذا بدك الصفه الخاصه اللي بتطلقها الواحد على نفسه انه انا انسان خايف. من الأمن الذاتي إلى التدابير الأمنية التي اتخذتها القوى الأمنية، وخصوصا بعد التفجيرات الأخيرة في مسجدي السلام والتقوى، حيث عممت قوى الأمن الداخلي على المساجد بعض التدابير طالبة أخذ الحيطة، وطوقت المساجد ببراميل حديدية وسلاسل معدنية، وبات ممنوعا توقيف السيارات أمام المساجد التي شهدت تناقصا في عدد روادها. يا أختي يعني كل الناس يعني فزعانة، ولكن التدابير قوى أمن الداخلي الحمد لله رب العالمين، متجاوبين معنا جيران حتى، وكل المنطقة الحمد لله أخذي حذرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يعيد على هالبلد يا رب. محاوطين كل الجامع، ما بقى حدا فيه يجي يصوب. صحيح صحيح، لأنه ما عاد فينا يعني نفتح مجال لأي إنسان، ربما سيارة غريبة تكون يعني معني، بدنا نكون ياخذ حذرنا شوي، لانه كمان المواطن بده يكون هو كمان نفس الوقت بده يكون قوة امن داخلي كمان. طلبوا منكم انه تنتبهوا مين عم بيفوت على الجامعة تفتشوا؟ منهم وفيهم معهم الجهاز، يعني هو فايت معه بالجهاز، اللي واحد بالجهاز واحد بينبشه يعني. ممنوع ركن أي سيارة من دون بطاقة تعريف بصاحبها في أي منطقة، وقد طلبت قوى الأمن الداخلي من كل شخص أن يضع اسمه الثلاثي ورقم الهاتف وعنوانه الكامل، مفضلة وضعها داخل السيارة لا على الزجاج الخارجي، خوفا من التلاعب بالمعلومات. يوما بعد آخر التدابير الأمنية تتزايد وخوف المواطن يتعاظم، والجميع ينتظر انفجارا آخر. أهلا بكم من جديد. هل من منفذ للبنان إذا ضربت سوريا؟ وما تأثير هذه الضربة على لبنان ومطاره واقتصاده عموما؟ تقرير خاص للزميلة دارين دعبوس. بين سوريا في الشرق والبوارج المرابطة في المتوسط غرباً يعلق لبنان بحسب موقعه الجغرافي، وفي حال وقعت الحرب الغربية المتوقعة على سوريا سيجد لبنان نفسه على خط نار بين جبهتين، بحيث تعبر الصواريخ والقذائف أجواءه من كلتا الجهتين، وبذلك يكون لبنان محاصراً جوياً من دون أي منفذ لطيرانه المدني بعدما يكون قد أدخل عنق الحرب. فهل من منفذ للبنانيين؟ منفذ صعب جداً عندنا، كان بالماضي بالتجارب منفذ البحر، اليوم البحر يعج
في القطع البحرية سواء كانت بالأسطول السادس أو حتى الروس موجودين، يعني ما عندنا منفذ إلا عن طريق قبرص. ساعتها إذن أنا ما فيني أتوقع حسب حجم الاشتباك المسلح إذا كان لبنان أو اللبنانيين بيقدروا يطلعوا من البحر، بس بعد أن يكون الانتقال من شواطئ لبنان إلى قبرص بالبحر بتلك السهولة اللي كانت بالماضي. تبعات الضربة الغربية على سوريا انعكست على لبنان، وبدأت دول غربية على رأسها بريطانيا تحذير رعاياها من السفر إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وعدلت شركات طيران عالمية برامج رحلاتها إلى مطار بيروت، خصوصاً الخطوط الجوية الفرنسية والبريطانية والقبرصية، مبررة قرارها هذا بتجنب مبيت طائراتها في بيروت في هذه الفترة، ما عدا الخطوط الجوية البولونية التي أكدت أنها مستمرة في تسيير رحلاتها من لبنان وإليه كالمعتاد، فيما أعلنت الكويت عزمها على إرسال طائرة لإجلاء رعاياها منه. فما هي الأضرار الاقتصادية المترتبة على لبنان حيال هذه التطورات؟ في حال حدوث ستكون الخسائر كبيرة، مش بس على المطار، هذا اللي أنا رأون على المطار والبور وحركة النقل وحركة الاقتصاد والإنتاج وكل شيء راح يكون، يعني بإيجاز هيدي ضربة ما فيها أي فايدة للبنان وللسوريين أبدا. يعني أفضل الحالات بتكون خسائر معقولة، وأسوأ الحالات خسائر فادحة، وبعدين الخسائر المباشرة على لبنان تكون كتير كبيرة. يعني ما ننسى أنه هودي الصواريخ اللي بينزلوا بيفلشوا هيك، يعني إذا انضربوا حتى ضمن الأراضي السورية على الحدود القريبة من الحدود اللبنانية، الحدود اللي هي بتتأثر. إذا بتشوفي الحجز بالطيران بتلاقي حجز فل للناس التاركين بيروت، وحجز كتير ضعيف للناس الراجعين أو الناس الجايين على لبنان. وسواء أوقعت الضربة العسكرية على سوريا أم لا، فإن الضرر حاصل ولو كانت المسألة نسبية، اقتصادياً على الأقل. دارين دعبوس، قناة الجديد. لم يقرر حتى الآن تأجيل العام الدراسي لا في الضاحية ولا في خارجها. شارفت العطلة الصيفية نهايتها، والسنة الدراسية باتت قاب قوسين أو أدنى، وفي ظل الوضع الأمني والتخوف من وقوع تفجيرات قد تستغل زحمة المدارس، كثر الحديث عن تأجيل بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء. نحن مكملين إذا أراد بالمواعيد اللي معطات لنا أو اللي وضعناها بموجب الرزنامة اللي عملناها. لا سمح الله مليون مرة إذا حدث شيء خارج عن الحسبان أكيد بيكون في موقف. بهالظرف الدقيق اللي عم بمر في لبنان والمنطقة، بالنسبة لي لا يجوز إطلاقاً إطلاق الإشاعات. الحديث عن التأجيل طاول على وجه الخصوص مدارس الضاحية الجنوبية، خصوصاً مع ما تشهده المنطقة من إجراءات أمنية مشددة قد تعرقل عملية وصول الطلاب إلى مدارسهم. لكن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله إبراهيم الموسوي نفى ما تناقلته وسائل إعلام عن أن الحزب طلب من إدارات المدارس في الضاحية تأجيل بدء السنة الدراسية مدة زمنية غير محددة، مشيراً إلى أن مدارس الضاحية تلتزم أي قرار يصدر عن وزارة التربية. وفيما يبدو أن العام الدراسي سينطلق في توقيته المعتاد، ستتخذ مدارس معينة إجراءات وقائية في حرمها. نحن عم نطلب يعني من كل المؤسسات التربوية إسلامية ومسيحية الكل، يعني وكان عندنا اجتماع بهالخصوص هيدا يعني، وقريبا رح بيكون في عندنا اجتماع موسع بوزارة التربية إذا الله راد، حتى نكون فعلا عم نأمن الكلمة اللي أنا بتزعجني، الأمن الذاتي، لأنه الأمن الذاتي نحن بنرفضه، نحن بدنا أمن الدولة، تكون الدولة مسؤولة عن الأمن. يعني جوات المدرسة أكيد في من يسهر على تأمين السلامة، مراقبة أكثر، مرافقة أكثر، أما في خارج المدرسة بالشوارع وعلى الطرقات أكيد هيدي شغلة مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة والقوى الأمنية تحديداً. وزارة التربية نفت بدورها في اتصال بها أي حديث عن تأجيل العام الدراسي، مشيرة إلى اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل لتحديد تاريخ بدء الصفوف في المدارس الرسمية، إضافة إلى أي إجراءات قد تتخذ. حين يطل شبح الحرب تكثر معه الشائعات، وحكاية تأجيل العام الدراسي في الضاحية أو غيرها شائعة ليس إلا،
علها تبقى كذلك فينصرف الصغار إلى دروسهم بعيداً من لعبة الكبار. رونا حلبي، قناة الجديد. في اليوم العالمي للمخطوفين، الصليب الأحمر الدولي يتحرك وعائلات 17,000 مخطوف تنتظر. مخطئ من يظن أن أصحاب هذه الصور غادروا ذاكرة عائلاتهم. 17,000 مخطوف ومفقود قسراً بقيت صورهم شاهدة على حقبة مؤلمة من تاريخ لبنان. وفيما ينهمك العالم بقضايا أكبر منه وبحروب جديدة، تطول لائحة المخطوفين والمفقودين ويطول معهم الانتظار. 30 آب هو اليوم العالمي للمخطوفين، مناسبة استغلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاستكمال تقويم بدأته بين آب عام 2011 وحزيران عام 2012. اللجنة الدولية للصليب الأحمر على طول تستغلها النهار لتذكر الشعب، لتذكر العالم، لتذكر الحكومات، لتذكر المجتمع المدني، لتذكر كل ناس لازم تتذكر بمعاناة المفقودين. ما حدا عم بحس فيهم، بقولوا لك الجمرة ما بتحرق غير محلها مزبوط. بحسب دراسة اللجنة التي شملت حتى هذه المرحلة عائلات 1000 مخطوف، فإن 38% من أهالي المخطوفين ما زالوا مقتنعين بأنهم على قيد الحياة. أهم شيء لازم الدولة اللبنانية تنشئ آلية وطنية، هيئة وطنية مستقلة حيادية، يكون هدفها إعطاء أجوبة لأهالي المفقودين بصورة إنسانية من دون أي هدف سياسي. المشروع اللي عم نقول فيه جمع بيانات ما قبل الاختفاء كمرحلة أولى، هيدي قاعدة البيانات نحن ما رح نخليها عنا، نحن هدفنا أن نسلمها للآلية الوطنية التي سوف تنشأ بحسب المعايير الدولية. وفي إطار الحملة التي كانت بعنوان وقلت بكتب لك، استلمت اللجنة رسائل وجدانية من ذوي المخطوفين وجمعتها في كتاب نشرته للمناسبة. زكية هي أحد المعنيين بالدراسة. لم ينفع زواجها العابر للطوائف من حسين محمد الدامرجي في حمايته من وحش الطائفية. كتير هيك قلبه طيب، وهو صدقني بيعرف المسيح أكثر ما بيعرف الإسلام. سألي يا بن عمة الحاسة، طلع معه وانا بطلعت أوتيل دي هونيك، شافوا صهرة جوز أخته قاعد هونيك بأشرفية، طلع فيه هيك عم بكوع هيك وعم بيمشي على مهله لما بتطلعها، قال له لك يا أبو فاروق شو جابك لهون؟ لك العالم قايمة ومدبحين العالم، وين شو جابك لهون؟ قال له ما في شيء ما في شيء يا صار، بدي اعطيكي سنه عين. قال له خليني اروح معك. قال له لا ولا يهمك، وكثير قلبه طيب. بس هلا اذا ماتت بقول له انه انا وقت رح تقبرني قبرني معهم مع هول الحياه اللي ما بتفق معي. هيك ما مثل ما بده. مش احلى شيء. رساله زكيه قد تكون الاصدق والابسط في وجه لائحه مخطوفين لا تنفك تطول. لقاء تنسيقي لأهالي عبرة لمرحلة ما بعد الأسير، وأحد مناصريه يتهجم عليهم ويعتدي على أحد الإعلاميين. في ظل عودة الهدوء إلى منطقة عبرة في صيدا وإعادة إعمار المباني المتضررة، واصل سكان المنطقة اجتماعاتهم ولقاءاتهم لتنسيق الإجراءات والتدابير الوقائية لإحباط أي تجاوزات واعتداءات لمناصري أحمد الأسير. الاجتماع الأخير عقد في مقهى داخل مكان يسمى المربع الأمني للأسير للمطالبة بإزالة كل المخالفات في المنطقة بما فيها التعديات العقارية لمسجد بلال بن رباح. وفي أثنائه تهجم أحد مناصري الأسير على المجتمعين لإفشال اللقاء، واعتدى على الصحفي عبد الغني الغربي ومنعه من التصوير. مجتمعين سكان وأنا عم صور، بفوت أحد أنصار الأسير وبيدعى ربيع الصياد، بيهجم على العالم وبلش يكيل الشتائم والسباب للعالم. فأنا مسكت الكاميرا بدي صور اللي عم بيصير، فهجم علي واعتدى علي وكسر لي كاميرتي. وعلى الفور تدخل الجيش اللبناني وأوقف مفتعل الإشكال، وتم التحقيق معه قبل أن يطلق سراحه لاحقا. وكانت إدانات إعلامية وسياسية وحزبية للحادثة. مصرف لبنان وجمعية بيروت ماراثون يطلقان سباق الماراثون لعام 2013 تحت شعار نركض للبنان. أطلق مصرف لبنان وجمعية بيروت ماراثون سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون لعام 2013 المقرر يوم الأحد 10 من شهر تشرين الثاني المقبل تحت شعار نرقد للبنان، وذلك في احتفال أقيم في الباحة الخارجية لمصرف لبنان في فرعه الرئيسي الحمرة. هذه الرعاية لحدث رياضي
نرى فيها مساحة من الثقة بالبلد. طبعاً لا يمكن في هذه المناسبة إلا أن نعرج على الشأن المالي العام لنؤكد أن ليرتنا الوطنية مستقرة وستبقى مستقرة، وأن قطاعنا المصرفي سليم ومليء رغم كل التحديات وما يجري حولنا في المنطقة من أحداث. هالشراكة مع مصرف لبنان اللي إلها دلالات إيجابية كتيرة، لأن بتعني اهتمام هالمؤسسة الوطنية بحدثنا الرياضي اللي بيتخطى الرياضة ليكون مجموعة عناوين وأهداف اقتصادية، سياحية، ثقافية، اجتماعية، صحية وبيئية، وهيدي عم تعكس صورة لبنان الحقيقية. تخلل الحفل عرض لرسم مائي بالرمال لأبرز المعالم الأثرية اللبنانية قدمته الأوكرانية كسينيا سيمونوفا، إضافة إلى لوحات راقصة بالعلم اللبناني، وجرى عرض الفيلم الترويجي لسباقي هذا العام. أهلا بكم من جديد. قتلى وجرحى في تظاهرات جمعة الحسم التي دعا إليها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. نشبت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن المصرية، وذلك في إطار فعاليات مليونية جمعة الحسم التي شهدت انطلاق تظاهرات حاشدة في القاهرة وعدد من المدن المصرية عقب صلاة الجمعة، وذلك في ظل إجراءات أمنية مكثفة وتحذيرات من الجيش والشرطة بلغت حد تهديد الأخيرة باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين رفعوا صورا للرئيس المعزول وهتفوا ضد حكم العسكر، كما نددوا بما أسموه الانقلاب العسكري وبأحداث رابعة العدوية والنهضة. ثلاث ارباع الشعب المصري كله نازل النهارده، لان اللي حصل طبعا ما ينفعش يحصل في اي دوله. اذا كانوا هما بينادوا بالديمقراطيه والكلام ده كله، هما سرقوا مننا الديمقراطيه. النهارده احنا بنطالب بالحريه، بنطالب بسقوط الانقلاب العسكري الغاشم الدموي الذي قتل ابناء الشعب المصري. نازل النهارده عشان اقول للسيسي لن ترعبنا دباباتك، لن ترعبنا جنودك، اعتقل كيفما تشاء فينا، موت فينا كيفما تشاء، لم ولن نرقع. واعلنت وزارة الصحة المصرية أن أعداد الوفيات والمصابين نتيجة الاعتداءات على المنشآت والاشتباكات التي وقعت الجمعة خلال التظاهرات التي دعا إليها أنصار مرسي بلغت 3 قتلى ونحو 36 مصابا على مستوى الجمهورية. كان في النشرة رئيسة المفتشين الدوليين غادرت سوريا إلى نيويورك عبر لبنان. في الخاص لبنان معزول في حال ضربت سوريا. منفذ صعب جدا. حافظ جونيور يتمنى حصول العدوان على سوريا. طرابلس صلت جمعتها في السلام والتقوى. لن تستطيعوا إسكاتنا. في الإجراءات الأمنية رقابة ذاتية والجيش بات أونلاين. كان في نشرة أيضا المدارس في مواعيدها حتى في الضاحية. نحن مكملين إذا أراد بالمواعيد اللي معطات لنا. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30، فدمتم بأمان الله.